مشاهدي ومتبعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. خديجة خليك معايا هنايا. مشاهدي ومتبعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع خديجة، شابة تبارك الله طموحة، عندها حرفة ديالها، طباخة خديجة، سنوات ديال الخبرة. حاليا كتوجه نداء للناس اللي بغاو انهم يساعدوها باش تلقى خدمة. كان عندها واحد المشكل ديال لاكارت ناسيونال، الحمد لله تحل، دابا عندها البطاقة الوطنية ديالها، دابا كتقلب على خدمة وكتقلب على شي محسن او محسنة يكريو ليها باش تستقر. يعني عيات من الجلسة ديال الوطيلات، بغات حتى هي باش انها تكري باش انها تستقر. واهم حاجة، اهم حاجة هي الخدمة، حيت كنعرفوا ان بالخدمه تقدر انها تحل بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المسؤوليات اللي عندها، ودابا حاليا واقفين. السلام عليكم خديجه. السلام عليكم. خديجه اولي، عندي لي زاتيستاسيون ديال 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 الطبخ، فوالا غاسترونومي انترناسيونال. انترناسيونال كندير اوروبي بزاف، ماشي معنيت انا ما كنديرش المغربي، ولكن المهم كنرتاح في الاوروبي بزاف. المهم على اي حال، لا عارفه راسي نيت، عارفه راسي كنطرف الكوزين. المهم سنوات ديال الخبره تبارك الله، ورا خدمت نيت. راه اصلا ما غاديش نحدد لك بالضبط تقريبا في الطبخ، نقول لك شي سنين 8 سنين بحال هكذاك، لانه كنت كنخدم وكنخدم عاوتاني حاجه اخرى، كنخدم غاردمان. ولكن المهم كاين في الطب، لا لا عارفه خاصه الفلوس، راه ما كدير شي مشروع ولا شي حاجه. لا لا عارفه راسي، لا لا عارفه راسي، عارفه راسي مديره، عارفه راسي كنطرف الكوزينه. على اي حال المهم كوزينيه غاسترونومي، المهم كان طار كيف ما قلت لك الكوزينه. وكان المشكل عندي ديال لاكارت ناسيونال، راه دابا تقاد بركي ليا. الحمد لله دابا مبروك عليك لاكارت ناسيونال، كان عندك مشكل ديال لاكارت، دابا عندك لاكارت، دابا تقدري انك تخدمي، تقدري انك تكري، تقدري. لانه كانت هي اللي دايره لي عرقله في كل شيء، دابا راه يعني يلاه تقادات ليا في هاد 4 ايام هادي، زعما هي اللي كانت خانقاني، هي اللي كانت شانقاني. يعني ما كانش عندي كيفاش ندير انا نمشي ليزاجونس ديال ريكروتمون باش انا ندفع ولا لا نابيك ولا شي حاجه. من حقهم طبيعه الحال، من حقهم وصافي. هذا مكان بغيت شي خدمه لي. فاش نبغي تخدمي ريستورانس ناك او لا شي، عند شي سيده عندها فول؟ ما عنديش المشكل، هو الا كان بحال هكذايا شي دار ولا شي سيده، حتى شي سيده كدير دايره بروجي ولا هذا. انا صراحه ما كرهتش ندير بروجي ديالي لراسي، حيت عندي ما يتقالوا الافكار ديالي ما يمكنش نعطيهم لشي حد اخر، ما كرهتش ندير الافكار ديالي لراسي. يعني هذاك الشيء تاع المبادره الوطنيه اللي كيقولوا عليه، حقا كيعطيوك باش انك تسام. لا ما عمري ما مشيت، ما عمرك ويمولك في راس المال باش تبغي. تماما عندي افكار ما يمكنش، واخا كاع تكون شي سيده سميتو بيت هي بتستفد مني، ولكن انا شنو نستفد منها؟ واخا كاع تخلصني وهذا، ولكن افكار خليهم ليا انايا. ان شاء الله علاش لا ما ديرش شي خاص بك ويكون ان شاء الله ملونسي. وبحال هكذايا شي حد باغي لي كوموند البيفيات، داكشي بلاطو دي ناتواغ، وداكشي ديال داكشي متيول هذا، يعني داكشي اصلا كنطافي، داكشي عارفه راسي كنطافي بالمزيان. كان شي يعني بحال تخاطر مبتدئه. الحمد لله. خديجه عندك مشكل ديال الكره حاليا، دابا كنعرفك انك جالسه غير في لوطي. لا ماشي مبتدئه، عفوا راه نطلعوا المعنويات. لا لا ماشي مبتدئه، راه يلا بغيت نخدم تخاطر ان شاء الله. السكن، يعني عندك مشكل ديال السكن، حتى هو اللي خالق لك مشكل كبير. يعني كنعرفوا الاستقرار شي حاجه مهمه. بطبيعه الحال، لانه كان عندي مشكل ديال لاكارت ناسيونال اللي كان يعني بعت حوايجي وبعت مسائل، راه كيف ما شفتوا يعني في الفيديوهات الاولين وفي الاول، راه كنت كنبعت حوايجي كلهم 5 شهور ولا 6 شهور، جايه دابا 6 شهور تقريبا، وانا قاعده كنبيع في حوايجي على وديت باش نعيش، راه عد وعد. المهم على اي حال، ولكن الحمد لله فاش تماما. ودابا ملي تقادت لك بلاصه الحمد لله، يعني ما يمكنش تشري بيت، تكري بيت راه خاصك باش تفرشي بعدا على الاقل، راه منطرة 6000 ريال، غا حصيرها بونجرة 150 درهم، يعني خصني نخدم عاد نكري.
دابا خليني خصني نخدم عاد الكريسي ولا كان شي حد بيكري ليا سميتو ما راه انا كنفكر زعما نخدم عاد نكري حيت ما كاينش كيفاش غادي نكري دابا راه ما يمكنليش نكري بيت خاوي ونقعد فيه خاوي راه ما يمكنش حيت ماشي السفره البرد هذا بغاو انهم يكريو ليك ويساعدوك يا ريت شي حد مكره ناس اللي جات مرحبا اللي جات من عند الله مرحبا بها محتاجه مازال خليجه من غير الخدمه والكراسي ما محتاجه الدعم المعنوي محتاجه انا صراحه ما كرهتش حتى تاع المبادره الوطنيه ما كرهتش لي يوقف معايا ندير مشروع راسي والله لانه اصلا عاتي دايره الحديد في الجيره 14 عام وانا محيده راه انا كنهضر معاك راه تقولي علاش صابره راه عشتني 14 عام وعاتي خدمه ديال الديور اصلا ما عرفتي انا راه بحال بدون عنوان بدون عائله بدون هذا يعني انا اصلا كبره بحال يتيم ما شكون اللي غادي يوقف معايا شكون اللي غيحيدوا ليا شكون اللي غادي وخا كاع يكون عندك فلوس باش يحيد مدينه الدار البيضاء جوبي مدينه كازا لالا ايمان يعني الحديد دايره في رجلي راه 14 عام هذه وخا كاع يكون عندك شي واحد يكون يطبطب عليك يخفف عليك يجي عندك الكلينيك يجي فهمتي راه ما المهم واصلا داكشي اللي كتكسبيه الله يلا كتقاتلي مع الكره مع هذا حتى كاع ملي كاين شي حاجه كدوزي شي فورماسيون كتكوني شويه مرات كتحاولي تطلعي شويه من راسك هذا ما كان النداء ديالك اليوم للناس المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن واللي قادرين انهم يعاونوا خديجه ويديروها فيهم وبنتهم يعني الناس كنهضروا على الناس اللي كيعاونوا الناس المحسنين يقولوا براحيم اش تقول ديري لهم اليوم الرقم ديالك ديال التليفون نعطي الرقم ديال التليفون وبالنسبه لدابا انا كما قلت لك راه انا كندير الطبخ الاوروبي بالمزيان يعني كنصرع الطبخ الاوروبي ولا المهم انترناسيونال وصافي هذا ما كان يعني ما كرهتش انا شي خدمه اللي نستقر فيها وما كرهتش شي حد اللي يدير معايا شي تاع مبادره الوطنيه وشي تاع الدعم ديال وراه عندي لي زاتيستاسيون ديالي يعني داكشي اللي كيطلبوا ديجا اصلا عندي الرقم ديالك غادي تسد التليفون 0675 82 57 11 مشاهدينا كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير انكم تعاونوا خديجه وتساعدوها الله يجازي اي واحد هنا كنحطوا الرقم للمساعده فقط الناس اللي غادي تتصل باش انها غادي تساعد ماشي الناس اللي كتفلى حنا كنهضروا ديما اي واحد عنده شي بغى يعاون اي مساعده كيف ما كانت بغرض المساعده فقط ماشي باغراض اخرى خديجه ما كرهتش شي محسن يكري ليها وايضا شي خدمه باغا تخدم وما كرهناش شي حد يعاونها يعني حتى هي يكون هكا ممول ديالها اولا شي راس المال باش تقدر انها دير مشروع خاص بها تبارك الله عندها لي زاتيستاسيون ديالها سنوات ديال الخبره يعني تبارك الله قادره انها تخدم وقادره انها دير مشروع خاص بها الله يجازيكم بخير كنتمنى منكم كاملين المساعده ما تبخلوش عليها وقفوا معها حيت محتاجه لكم وهي تبارك الله شابه وام وعندها مسؤوليات يعني كنتمنى انكم تدعموها وتعاونوها ديروها اختكم ديروها بنتكم خديجه ما عندها حد في الدنيا كيف ما كنقولوا مقطوعه من شجره وبغيناكم نتوما تكونوا عائلتها والسند ديالها وخوتها وتعاونوها يعني ديروها بنتكم ديروها اختكم الرقم هو 0675 ياك خديجه 82 57 11 وهنا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم نتلاقاكم ان شاء الله في بث اخر موضوع اخر السلام عليكم.